السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بالمتابعات الوفيات لقناة جمالك طبيعي بالوصفة. أتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة. النهاردة هنتكلم عن مميزات بلسم الفيف ونتعرف على فوائده وطريقة الاستخدام الصحيحة. فلو أول مرة تشوفيني وتشاهدي قناتي فيساعدني وتاج على راسي ان انت تشتركي بالضغط على الزر الاحمر زر اشتراك، تفعيل علامة التنبيهات على الكل، وفضلا حبيباتي وليس امرا لايكات كتير للفيديو. وطبعا اكتبي لي في الكومنتات اقتراحاتك وارائك للفيديوهات الجديده حابين اكلمكم عنها الفتره الجايه. مميزات البلسم كتير، عندي معايا. اول حاجه بيرطب الشعر من الاطراف وبيحميه. تاني حاجه بيعالج الياف الشعر، فالناس اللي شعرهم تالف نتيجه صبغات نتيجه مواد كيميائيه فهو بيعالج الشعره نفسها، بالاضافه ان هو بيجدد حيويه الشعر وبيخلي دايما الشعر ناعم وفيه لمعان، تمام. لكن للاسف الشديد ناس كتيره جدا بتستخدم البلسم غلط، فده حاجه بتدمر شعرهم حرفيا. بس في شويه تحذيرات قبل ما اقولك طريقه الاستخدام. اول حاجه ممنوع ان انت تحطي المنتج تعرضيه لاشعه الشمس او تحطيه في درجه حراره تكون سخنه جدا. طبعا حاولي ان انت قبل ما تشتريه تراجعي تاريخ الانتهاء الصلاحيه، عشان في ناس بتبيعه ومحدش بياخد باله من الموضوع ده. ومهم جدا جدا اتاكدي ان انت شاريه من مكان يعني مشهور، بلاش ان انت تشتريه من اي حد كده وخلاص، تمام. طريقه الاستخدام سهله جدا وبسيطه جدا، بتتخلص في حاجتين: بعد الاستحمام بالطريقة العادية بعد استخدامك للشامبو. بس اهم حاجة الشامبو حاول ان هو ما يكونش فيه مادة السيليكون او مشتقاته، لانها مادة بتضر الشعر. تاني حاجة ان حاولي يعني ما تلتزميش بان يكون الشامبو دايما يكون فيه سلفات، لان السلفات كثرة استعماله بتبوظ الشعر. بتستخدمي المنتجات اللي فيها سلفات امتى؟ لما يكون شعرك مش نظيف او شعرك فيه اتربة او كده. في الايام العادية او في المرات العادية بتستخدمي الشامبو الطبي عادي، تمام. بعد استخدامك للشامبو بتغسلي شعرك كويس، بتحطي كمية وفيرة من منتصف الشعر حتى الاطراف، يعني ممنوع ان هو يتحط على فروة الراس نفسها. وبعدين ابدأي كده دخلي صوابعك ما بين الشعر وتقدري تتركي شوية دقايق كده، مدة دقايق يعني دقيقة دقيقتين، وبعدها تشطفي شعرك بالطريقة العادية. ممكن كمان مع الاستحمام بعد شطف الشعر بالشامبو تحطي كمية من البلسم من منتصف الشعر برضو حتى الأطراف، وتبدأ تستخدمي أو تسرحيه باستخدام مشط يكون واسع ما يكونش ضيق، لأن الضيق هيخلي شعرك يقع يتساقط. وتمشطيه كده بالمشط وتسرحيه عشان يبقى مموج كده او كيرلي، وتغسلي شعرك بالطريقه العاديه. بس بالنسبه لي انا الافضل او النصيحه مني بلاش تستخدمي مشط نهائيا وشعرك مبلول. حاولي تنشطي شعرك بعد ما الشعر يكون ناشف، لان هو مبلول بيكون في اضعف حالاته، تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه اليوم، وعجبتكم الحلقه حطوا لايكات واعملوا شير للفيديو، اشوفكم في حلقه جديده.